السلام عليكم. أريد تعلم اللغة الألمانية لاكتساب مهارات تمكنني من تحسين نوعية حياتي على الصعيد الاجتماعي والعملي. على الصعيد العملي، عند تمكني من إتقان اللغة الألمانية أستطيع البحث عن العمل هنا في سويسرا، وبالتالي يكون لي دور مفيد في المجتمع، وهذا يعني تحقيق النجاح. على الصعيد الاجتماعي، تساعدني اللغة الألمانية بالاندماج في المجتمع وتعلم الثقافة السويسرية. وطبعاً قسيمة دويتش بون قد ساعدتني كثير في تحسين مستواي باللغة الألمانية، وهذا بقيامي بالتسجيل في إحدى دورات تعلم اللغة. وقد سمعت عن القسيمة عن طريق جمعية فراونفيلد في بيرن، وأنا أجدها فرصة ذهبية لا تعوض، وأنصح الجميع بانتهاز هذه الفرصة عند توفرها مرة أخرى. وأنتهز الفرصة لتقديم جزيل الشكر لمدينة بيرن لمنحها لنا قسيمة دويتش بون وكل من ساعدنا بالاندماج في المجتمع واكتساب اللغة. والسلام عليكم.